فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: مشغول باللهو واللعب، مشغول بالدنيا الفانية، مشغول بالملذات، كيف يدري؟ والله الذي لا إله، هذا اختبار من الله من أسهل أنواع الاختبار. هل أنتم في الدنيا ترون اختبار لأجل الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعة الماجستير الدكتوراه غيرها غيرها غيرها؟ كل أنواع الاختبارات، ما في أحد يقدم لك السؤال والجواب. رب العالمين يقدم لك السؤال والجواب ثم يرسب فيه الناس: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ علمك، علمك السؤال وعلمك الجواب. فإذا أنت عياذا بالله ما استطعت ورسب، من الملام الآن؟ سبحان الله العظيم، شيء غريب في الناس. قدم لهم السؤال وقدم لهم الجواب لكنهم في غفلة، لكنهم مع الناس، كما قال الله عز وجل: غرتهم الحياة الدنيا. نعم.